السلام عليكم، عدنا لكم مرة أخرى. الجزء الثاني إن شاء الله حنحاول نكمل المتبقي من الجزء الفات. طبعا احنا المرة الماضية صممنا الاكتيفيتي الأولى اللي هي اللوج ان اكتيفيتي زي ما شايفين. طيب احنا المرة هاي في الدرس اليوم إن شاء الله ايش حنسوي؟ حنعمل اكتيفيتي ثانية حتى نعمل باسنج للداتا اللي حن او اليوزر نيم والباسورد لما يعمل لوجين. اليوم ما حنعمل شيء حاليا في الداتابيز ولا اي شيء، بس معلومات بسيطه ان شاء الله. كيف نضيف اكتيفيتي؟ طبعا في طريقتين، ما في مشكله اي طريقه تحب تستخدمها. حنستخدم طريقه اولى، نضيف كلاس اول شيء حنسميه display data. اوكي حيكون extend من activity، كمان هنقول له onGreat. وين الجريات دي؟ حدا شايفها؟ عملنا الكلاس، هنروح نعمل ايش؟ هنعمل كمان له اكتيفيتي بنفس الوقت. XML لايت XML فايل، مش هنسمي اللاي اوت كمان. نعملها اكتيفيتي اندرسكول اكتيفيتي اندرسكول. طبعا ما فيك تحط حرف كبير، ما يقبل، لازم يكون كل حرف صغير. شوف لما نحط حرف كبير حاعطيك رسالة هنا يقول لك ما يصير. تمام، يكفي اكتيفيتي ديسبلاي، هيكون من نوع لينير لاي اوت فينيش. ايش حنحط في الاكتيفيتي هاي؟ حتكون بسيطة جدا، فقط تو تكست بوكس. سوري ما بدي بطن. طب حنحط التكست بوكس واحدة نسميها tv underscore يوزر نيم، ما بدنا نحط اسماء جديدة. تكست ما فتنا تكست ولا بدنا شيء. ننسخ واحدة ثانية. طيب ليش ثانية؟ واحدة تكفينا بس. طيب خلينا ننسخ واحدة ثانية نقول لها كذا. ايش نسميها هاي؟ tv well حركات. طيب التكست اللي حيكون فيها هاي will come. طيب بعدها حيكون welcome فلان الفلاني. تمام كده، وينها؟ شايف مركبين فوق بعضهم. ثاني مو مبينة. مركبين فوق بعضهم، تمام ما في مشكلة. طيب نرجع على الاكتيفيتي تبعنا، حتى نعمل لينك بيناتهم الاثنين. set con view or dot layout. ايش كان اسم اللاعب تبعنا؟ activity display. اوكي كذا تمام. ايش هنعمل ثاني بعدها؟ نرجع للمين activity. سوري لازم نضيفها في المانيفست. اسم الاكتيفيتي بعدنا display data ونسكرها فقط. طبعا مرة ثانية حفرجيهم كيف نعمل هاي اضافة الاكتيفيتي بصورة اسهل ان شاء الله تكون. بس فقط ضيف الاكتيفيتي هنا في layout، هي لحالها تضيف الكلاس مع الاضافات اللي في المنيفست في كل شيء ان شاء الله. نرجع على المين اكتيفيتي. طبعا احنا في المين اكتيفيتي هنا المفروض حدخل انا يوزر نيم باسورد، اعمل لوجن، هيحولني على ديسبلاي اكتيفيتي ويطلع لي اسم اليوزر نيم في هذا الخانة هنا. طيب اول شيء ايش حنعمل؟
هنعرف كل الانتيتي الموجودة عندنا button btn underscore login echo sorry وعن سوري كمان حط جنبها الثانية هاي اللي ايش هي مرة btn underscore sign no وايش عندنا ثاني نرجع عندنا 1 2 3 عندنا الاي edit text box عندنا 2 edit text box اللي هو الاول نسميه et underscore user name فاصلة et underscore password تمام يا طيبين الخطوة الثانية ايش لازم نعمل البوتون لما نضغط عليها لازم يتحولني على الاكتيفيتي اللي هي ديسبلاي في عندنا طريقتين اما نعمل الليسنر نعمله نضمنه في التابع في التابع اللي هو الاون كرييت او نحسن نضيفه في الاكس ام ال كود اللي فيه ال مين اكتيفيتي كيف راح نسوي يعني نجي عندنا على ولو اون كليك لما نضغط عليه حولنا على التابع اللي هو نسميه لوج ان نعمله لوج ان اون كليك ننسخه زي ما هو حتى ما نخربط الاسم نرجع على المين اكتيفيتي نقول له public void نحط الاسم نعطيه view v طيب ايش هنعمل هنا يا اخوان هنقول له اذا كانت ال v.get id فعلا هي فعلا هي ايش فعلا هي ال r.id.btn.login اذا كانت هي فعلا هي الزر اللوجن ضغط عليه ايش تقول له يا مرحوم البي هنقول له et underscore username تساوي نعمل كاستنج سوري نفس كاستنج هنا et edit text find لمين اليوزر نيم اللي هو مين r.id dot سوري r كثيرة dot bt مي بيتي هي عفوا اي تي يوزر نيم عملت الربط بين ال التكست اللي ال سوري هي الايديت تكست اللي موجود في الاكس ام ال مع هناخد منه يا شلون يعني حتصير عمليه ربط بينات بالاكس ام ال والموجود هنا في الكلاس كمان نفس الشيء نعمل له الاي تي underscore password equal نعمل casting find ويون مين لل r.id dot et password حاليا انا بدي احولهم القيمة او اخذ القيمة تبعتهم واحولها لايش لسترينج معناتها حب متعرف اسمه string سميه user name str equal مين يا مرحومين البي اللي هو et username dot get text dot to string انا حولته لstring
كمان نفس الشيء له نعرف نتحول اسم الباسورد كمان لازم نحوله الى string sorry password what's this password str equal et dot my dot et password sorry password dot get text dot to string. تمام انا قريتهم واخذت النصوص تبعتهم وحولتها لايش لا string. حتى نفتح الاكتيفيتي الثانيه او ايش كيف كيف حنفتحها نقول له نعرف intent intent ايش نسميها display intent حتى نعرف وين رايحه sorry new intent أيوة نقول له this إنه نحن في الانتنت الحالية ودينا على مين على الكلاس اللي اسمه display display data dot class تمام لازم نعمل له كمان start activity لمين للdisplay بعد ما عملنا intent نقول انه نحول الكلاس الحالي حولنا على الكلاس الفلاني وعمل له start لكن خلال العملية هاي انا بدي ابعث معه البيانات كيف يعني نقول له display intent dot dot put extra put extra زي ما شايفين هتاخد name هتاخد boolean value نقحمها بالنهاية احنا هنبعت له اول شيء key هنسمي الكي user name والفاليو اللي هنبعتها ايش هي طبعا هنحط لك انواع كثيرة من الفاليوات اللي بدناها بس هنبعت له انا string اللي هي user name string تمام هنعيدها مرة ثانية لمين للباسورد put extra نعطي key password نعطي كمان نبحث له string string الباسورد تمام حاليا احنا خلصنا تقريبا من كل شيء لا مو كل شيء حاليا من 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 المين اكتيفيتي تمام هنروح وين عند ال display data display data المفروض مهمتها هتكون تستقبل الداتا اللي جايه عندها كيات معينه ايش حنسوي هنعمل له اللهم صل على سيدنا محمد نقول له نعرف سترينجات رينج لمين نسميهم وقف شوي تمام ايش هنعمل هنا هنستقبل بيانات من المين اكتيفيتي بعدها هنعمل كمان مره ثانيه يوزر نيم str string equal هنقول له get فين ها نقول له get intent dot get string extra الكي اللي حطيناه ايش هو كان يوزر نيم تمام نفس الحكي للباسورد str equal get لازم يكون زي كبار intent dot get string extra انا حطيت الكي هو كان password انا حصلت على المعلومات حاليا ايش بدي لازم اعرضهم فين او انا ما بدي الباسورد طيب توكل على الله باسورد باسورد لازم اعرف عندي
text view. Tell me user of tv underscore user name tv underscore password. War. لما عنا نكتب war تمام. ايش نقول له؟ tv username equal utility text view find by id r.id dot username no et here yo هي فوقكم tv username تمام. بس انا حطيت ايش في ال display. نرجع مرة ثانية نتأكد منهم تمام. انا حنرجع نحط واحدة ثانية نسميها باسورد زي ذي اوبت سوري اوبس تمام. حنسميها تي في باسورد اوكي يلا صار جنب بعضهم لاينر اوكي. نرجع على الديسبلاي tv underscore password sorry equal casting find here r dot id dot dot tv tv underscore pass ليش ما في ما سجبناها اوكي. هي TV صغيرة small one. نرجع TV password تعالوا انضم تمام. حاليا لازم ادخل البيانات هاي او اعمل set البيانات اللي حصلت عليها في التكست فيو تمام. اعمل له تي في كمان مرة ثانية لمي سوري بيك تي في اندرسكول اليوزر نيم دوت سيت تكست لمي للبيانات اللي جايتني او للسترينج اللي حصلت عليه. خلينا نشغل او يلا ما مشكلة كمان تي في باسورد دوت سيت تكست لمي للباسورد سترينج. ايه ان شاء الله خلصنا. خليني اشغل حتى احمله شوي بده وقت حتى يشتغل. انا عملت له ران تمام. الميتر حياخذ له فتره صغيره حتى يشتغل. طبعا خلينا نراجع ايش حكينا. اوبس في ايرور. واتس ذات ايرور لت تشيك شو الايرور تبعنا. ويا يا ار لاي اوت ايش هاي؟ هاي ديسبلاي اكتيفيتي. هاي المفروض تكون مضبوط ديسبلاي اكتيفيتي. ما في مشكلة. طبعا فيكم اللوكات حتى تتبعوا البرنامج كيف الاخطاء فيه اذا في اي مشكلة. كل عملية البوت لل الاميليتر. في كمان ترمينال او في which one حتى تشوفوا الاخطاء ديبجينج للاخطاء. ان شاء الله يوم كمان يوم لما نعمل الداتابيز نحاول نعمل كمان ديبجينج اذا في عندنا خطأ او في عندنا شيء. تمام حتى الآن run
سؤال. حيطلب منك يوزر نيم، حيطلب منك باسورد، حنحط له يوزر نيم. تمام، الباسورد حنحط الاسم الاول والاسم الاخير. شايفين النقط هنا؟ لان حطينا نوع الادخال النص هو تكست باسورد كان. بعد ان نضغط له عليه، طبعا ساين اب لسه ما عملنا اي شيء فيها، نضغط له لوجين، المفروض يحولنا على سكند اكتيفيتي، بيطلع لنا ويلكم فلان الفلاني. طبعا هاي المفروض تكون باسورد. اوكي، ان شاء الله نتابع يوم ثاني ان شاء الله، ونكمل بالموضوعنا مع زر الساين اب، كيف نعمل الفلدات، كيف نربطهم بداتابيز، خطوة خطوة ان شاء الله. سلام عليكم.